بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل لقدة من لساني يفقه قولي أخوان الأفاضل وأخوات الكريمات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حياكم الله معنا في الدروس عن تعليم اللغة الإنجليزية اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أخواني الكرام وياكم خلف الميكروفون أخوكم عنا تلاخان. آه ما زلنا مستمرين في الدروس عن القواعد الفيوتشر Future أو المستقبل البسيط والمواضيع اليوم اللي عندنا آه أول شيء Affirmative and Negative Sentences Contraction يعني بنتكلم عن الاختصارات اللي عندنا في زمن المستقبل البسيط في جملة ثابتة وجملة منفية آه وإذا بنتكلم عن how to make negative sentences يعني كيف نكتب أو ننشأ جمل منفية في زمن المستقبل البسيط آه وما هو القواعد لإنشاء الجمل المنفية في زمن المستقبل البسيط وتبعا عن اليوم إحنا بنتكلم عن ال will form أو الأول حالة اللي عندنا في المستقبل البسيط والحالة الثانية اللي نسمي be going to آه بنتكلم إن شاء الله في الدروس القادمة وإذا عندنا vocabulary أو المفردات عندنا المفردات الجديدة فبنستخدم هاي المفردات في الجمل قبل ما نتكلم في الموضوع اليوم أخواني الكرام نتكلم شوي عن الـ How to make affirmative sentence يعني كيف نكتب الجمل الثابتة في المستقبل البسيط Will form تبعاً يعني الحالة الـ فأول شيء أخوان الكرام نحطه ونستخدم subject أو الفاعل وشيء ثاني نحطه ونستخدم helping verb يعني فعل المساعد وشيء ثالث نحت أول حالة الفعل أو first form of the verb وشيء رابع نحطه ونستخدم object or ROS يعني مفعولة وبقية الجملة المثال عندنا عائشة will finish her homework يعني عائشة بتخلص واجباتها في هاي الجملة أخوان الكرام عائشة هاي فاعل will هاي helping verb أو فعل المساعد في أي أول حال الفعل her homework هي بقية الجملة أو مفعول فالحين أخواني الكرام نفس الجملة نتتغير إلى جملة مختصرة بالموضوع الكونتراكشن أو الاختصار contraction in affirmative sentence يعني اختصار في الجملة ثابتة في مستقبل بسيط طبعا اليوم نتكلم عن ال will form أو الحالة الأولى في الاختصار أخوان الكرام احنا الحين نجمع ال subject أو الفاعل مع ال helping verb أو الفعل المساعد فهاي كلمتين بتسبح هي كلمة واحدة فنقرأ هاي I shall will يعني هاي كلمتين بنقرأ I shall finish her homework finish هاي أول حالة الفعل her homework هاي object or r-o-s يعني مفعولة وبقية الجملة فجمعنا الايشا والول مع بعض هاي كلمتين أصبحت كلمة واحدة اللي نقول I shall فهاي الجملة I shall finish her homework ايشا بتخلص واجباتها فهاي نسمي contraction in affirmative sentence والاختصار في جملة ثابتة والحين نشوف الاختصارات اللي عندنا في المستقبل البسيط مثل ما نشوف في البدايه we will هاي كلمتين بتتغير الى كلمه واحده بعد الاختصار فهاي الكلمه بتكون will أه الحين affirmative sentences contractions يعني الاختصارات في جمله ثابته في الزمن المستقبل البسيط هني يا اخوان الكرام عندنا كلمات وهني عندنا اختصار لهاي الكلمات اول الكلمات اللي عندنا هي will هاي بتتغير هيل واذا شي ويل شي ويل بتتغير الى شيل واذا ات ويل بتتغير الى اتل واذا اي ويل بتتغير الى ايل واذا يو ويل بتتغير في الكونتراكشن او في الاختصار يو ويل واذا وي ويل بتتغير الى ويل واذا دي ويل بتتغير الى ديل واذا احمد ويل بتتغير الى احمد فالحين نستخدم هاي الاختصارات في الجمل affirmative sentences contraction examples أول جملة اللي عندنا he'll fill the pen with ink يعني هو بيملي القلم بالحبر في هاي الجملة أخواني الكرام هاي حقيقة he'll مثل ما قلنا هاي كلمتين he will fill the pen with ink احنا اختصرنا he will جمعنا he will مع بعض فأصبحت كلمة هدا اللي نقول he'll ونأخذ المثال الثاني we'll find the solution يعني نحن بنحصل أو بنوجد الحل في هاي الجملة أيضا اخواني الكرام اه اه تغيرنا we will إلى will ونأخذ مثال الثالث I shall finish her homework يعني أيشا بتخلص واجباتها اه استخدمنا أيضا الاختصار في هاي الجملة ونأخذ مثال الآخر they'll fit for this job يعني هم يناسبون لهاي الوظيفة fit يعني يناسب أو يصلح وإذا المثال الآخر أحمد الفيكست ذا بروبلم يعني أحمد بيسلح المشكلة ففي هاي الجملة أيضا أحمد هاي الاختصار والحين أخواني الكرام عليكم أن يعني تستخدمون الباقي الكونتراكشن أو الاختصارات اللي ما استخدمنا في الجمل أن تستخدمون في الجمل والحين نتكلم عن how to make a negative sentences will form يعني كيف نكتب جمل منفية في زمن المستقبل البسيط في ال will form يعني الحالة ال يعني ما هو القاعدة لإنشاء الجمل المنفية في زمن المستقبل البسيط أول شيء أخوان الكرام نحت ونكتب subject في الجملة وشيء ثاني نحت helping or auxiliary verb يعني فعل المساعد اللي عندنا will وشيء ثالث نحت not وشي رابع نحت main verb آه ونحت اول حالة الفعل يعني فعل رئيسي واول حالة الفعل وشي خامس نحت object or ROS يعني مفعولة او بقية الجملة ونشوف الحين نفس القواعد في الجدول للاكثر وضوح آه مثل ما قلنا اول شيء نحت او نستخدم آه subject او الفاعل والشي الثاني نحت او نستخدم Uh, helping verb يعني فعل مساعد وشي ثالث uh, not وشي رابع أول حال الفعل وشي خامس object أو مفعول فالمثال عندنا آيشا will not finish her homework يعني آيشا ما بتخلص واجباتها في الجملة إخواني الكرام آيشا هي subject أو الفاعل will helping verb not وإذن finish أول حال الفعل her homework هي object أو مفعول به فنتغير أخوان الكرام الحين نفس الجملة إلى جملة مختصرة contraction in negative sentence يعني اختصار في الجمل المنفية will form يعني في أول حالة لأن نسمي will form في المستقبل البسيط فنتغير نفس الجملة Aisha will not finish her homework إلى جملة مختصرة فهاي الجملة بتكون Aisha won't finish her homework يعني نفس المعنى ان شاء ما بتخلص واجباتها الحين في هاي الجمله اخوان الكرام آيشة هاي سبجكت وونت هاي مجموعه الكلمتين ال helping verb اللي عندنا ويل واذا النوت يعني اذا جمعنا helping verb ويل مع النوت فهاي بتصبح كلمه واحده اللي نقرا او ننطق وونت وإذن شيء ثالث نحت اول حال الفعل والشيء رابع مفعول به او الاوبجكت الحين ناخذ ال negative sentences contractions يعني اختصارات اللي عندنا في جمل منفية في زمن المستقبل البسيط we will not في هاي ال الكلمات will not يعني بتجمع مثل ما قلنا مع بعض فتصبح كلمة واحدة اللي نقوله وننطق won't فالحين هنا عندنا words أو الكلمات وهنا عندنا contractions أو الاختصارات فنشوف ال ال الكلمات بعدين نشوف كيف تتغير هاي الكلمات إلى الاختصارات أول شيء اللي عندنا he will not هاي بتتغير إلى he won't وشيء ثاني عندنا she will not uh, she will not بتتغير إلى uh, she won't بعد الاستخدام ال أو الاختصار it will not هاي بتتغير إلى it won't وإذن i will not i will not uh, بتتغير الى i wont واذا you will not بتتغير الى you wont واذا we will not بتتغير الى we wont واذا كلمات they will not بتتغير الى كلمات they wont واذا احمد will not بتتغير الى احمد wont والحين نستخدم بعض الاختصارات في الجمل واللي باقي اخوان الكرام عليكم ان تكتبون جمل من هاي الباقي الاختصارات اللي ما ناخذ examples او الامثله he won't fill the pen with ink يعني هو ما بي يملا القلم بالحبر وناخذ مثال الثاني we won't find the solution يعني نحن ما بنحصل الحل uh, واذا ناخذ مثال الثالث عائشة won't finish her homework يعني عائشة ما بتخلص واجباتها ففي هاي الجملة أخواني الكرام عائشة مثل ما قلنا هاي subject أو الفاعل won't هاي مجموعة من كلمتين الـ will و not وبعد ال won't عندنا finish أي أول حالة الفعل وإذن her homework هاي بقية الجملة والمفعول وناخذ مثال الآخر they won't fit for this job يعني هم مو مناسبين لهاي الوظيفة أحمد won't fix the problem يعني أحمد ما بيصلح هاي المشكلة فالحين أخواني الكرام عليكم أن تكتبون الجمل من الباقي الcontraction أو الباقي الاختصارات والحين أخوان الكرام vocabulary والمفردات ونشوف المفردات اللي أخذنا اليوم ونشوف حالات هاي المفردات أول المفرد آه والفاعل اللي أخذنا آه وفل يعني يملأ حالة أولى حالة ثانية filled حالة ثالثة filled إذن حالة رابعة fills حالة خامسة filling والفعل الثاني اللي أخذنا find يعني يجد أو يحصل حالة ثانية found حالة ثالثة found أيضا حالة رابعة finds حالة خامسة finding والفعل الثالث اللي أخذنا finish يعني يخلص أو ينتهي والحالة الثانية finished حالة ثالثة finished أيضا حالة رابعة finishes حالة خامسة finishing والفعل الرابع fit يعني يناسب والفعل الثاني fit أيضا أو fitted هاي اثنينهم صحيح وحالة ثالثة fit أو fitted أو حالة رابعة fits حالة خامسة fitting وإذا الفعل الخامس اللي عندنا fix يعني يسلح fixed حالة ثانية fixed حالة ثالثة fixes حالة رابعة fixing حالة خامسة والحين أخوان الكرام عليكم أن تكتبون جمل المنفية من هاي الكلمات جملة عادية وجمل المختصرة فانتهى درس اليوم اخواني الكرام اذا عندكم اي ملاحظة تقدرون ترسلون على الايميلي واذا اخواني الكرام لا تنسون ان تحطون تعليقاتكم على الدروس ولا تنسون من صالح دعائكم اذا وجزاكم الله خير على حسن المتابعة تابعونا مزيد من الدروس والحمد لله رب العالمين